طبعة المشاهد تبدأ الآن، تقدمها لكم بدور أحمد. أهلا بكم وإلى أبرز العناوين. خادم الحرمين يوجه الوزراء بسرعة تنفيذ برامج ومشروعات الميزانية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم. الوزراء وأعضاء مجلس الشورى يؤدون القسم بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة. وزارة الإسكان تطلق خدمة فحص المباني الجاهزة عبر آلية معتمدة. نبدأ مشاهدينا أولى ملفاتنا الصحفية، حيث جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها في قصر اليمامة بالرياض أمس توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع، انطلاقا من اهتمامه بمواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات. مشاهدينا، قبل الخوض في ملفاتنا الصحفية دعوني أرحب في ضيوفي بهذه الحلقة. ضيفي في الاستديو الأستاذ فلاح القحطاني، صحفي في جريدة عكاظ. حياك الله. حياك الله أستاذ بدور، وسعيد جدا بتواجدي معاكم ومسي عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى زميلنا الآخر اللي بمكة. ما راح أقول الاسم عشان ما تحرق علي زي هذيك المرة. مشاهدينا من مكة المكرمة الأستاذ موفق نويصل، رئيس تحرير صحيفة مكة، أهلا بك. أهلا أختي بدور، حياكم الله جميعا. أبدأ معك يا أستاذ فلاح. خادم الحرمين الشريفين يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ المشروعات وخاصة المشروعات الميزانية. هذا التوجيه من أعلى قمة الهرم في المملكة العربية السعودية، على ماذا يدل؟ طبعا هي أول شيء، قبل كل شيء أسأل الله أن يكتب هذه الخير بهذه الميزانية الخير اللي السنة هذه اللي شاهدناها، كانت ميزانية تاريخية حقيقة في تاريخ المملكة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيها الخير اللي ما فيه خير البلاد والعباد. الأمر الآخر، هذه رسالة واضحة من خادم الحرمين الشريفين للجميع بدون استثناء، بأن ليس هنالك أي تهاون أمام أي تقصير أو أي يعني تأخير في المشاريع، خصوصا الآن احنا مقبلين على مرحلة يعني مختلفة تماما مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى برنامج التحول الوطني 2020. فمن خلال هذه البرامج، من خلال هذه الرؤية، أنا أعتقد أن الجميع أصبح الآن مطالب بالتنفيذ يعني بالحرف الواحد، وليس فقط كما كان يحدث في فترات سابقة من تأخير لعدد من المشاريع. شاهدنا يعني حقيقة يعني في سنوات سابقة يعني هناك تعثر في كثير من المشاريع. فأنا أعتقد هذه رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله سبحانه وتعالى للجميع، بأن يجب عليه التقيد يعني بالتنفيذ ومراعاة مصلحة المواطن أولا قبل كل شيء. طبعا خادم الحرمين الشريفين لما يوجه رسالة بنفسه، أنا أعتقد خلاص الرسالة وصلت الجميع، سيكون الجميع أمام يعني المحاسبة في حالة تقصير لا قدر الله، في حالة تأخير، وفي حال يعني إن شاء الله كما هو متوقع كما هو مأمول إن شاء الله من جميع وزاراتنا الإنجاز، راح يكون هنالك طبعا أكيد تقدير لهؤلاء الأشخاص. فأنا أعتقد هي كانت رسالة جميلة وبليغة، وبإذن الله نرى هذه المشاريع على أرض الواقع. إحنا كثير يعني صراحة يعني نكون أكثر شافية، يعني كثير من المشاريع نسمع عنها حقيقة لكن ما نشاهدها على أرض الواقع، حتى على مش الميزانية هذه، الميزانيات السابقة. إحنا نتكلم عن السنوات السابقة، نعم. يعني حقيقة يعني سواء قبل سنتين أو ثلاثة أو أربعة حتى عشر سنوات، صحيح. أو أكثر، يعني في الحقيقة يعني المرحلة الآن أصبحت مختلفة، يعني لم يعد هنالك ليس هنالك مجال للتهاون إطلاقا مع أي شخص كائن من كان، يعني أيا كان أي شخص إن كان منصبه إذا لم ينفذ. طيب ليش هذه المشاريع تعثرت برأيك؟ أنا أعتقد هنالك أسباب كثيرة، يعني لكن 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 لو كان هنالك يعني حرص من المسؤول نفسه اللي يعني في الوزير نفسه يعني أنا ما أتكلم عن وزارة معينة، أتكلم عن عدد من نعم بشكل عام، لو كان هناك حرص ومتابعة دقيقة وهنالك اهتمام، أعتقد راح يتحاسب الأشخاص اللي كان لديهم تقصير. يعني التقصير لا يمكن تحصره في مجال معين، هنالك عدد من الجهات، هنالك عدد من يعني
الأشخاص يعني المرتبطين بهذه الوزارة أو هذه الجهة، فبالتأكيد هنالك تقصير. لكن الآن مع المحاسبة ومعنا الجميع تحت عين المجهر وتحت المراقبة، أعتقد أن الجميع إن شاء الله راح يعني خاصة أنهم وجدوا الثقة ووجدوا يعني من 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 مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين. نعم. فأعتقد الجميع إن شاء الله راح يعني ينجز هذه المهمة اللي أوكلت له. وبالتأكيد يعني خاصة نحن الآن يعني شاهدنا ما شاء الله الحقبة الوزارية الجديدة عدد من التغييرات في عدد من الوزارات، شباب يعني طموح لديهم الطموح يعني وفكر مختلف عن يعني يواكب المرحلة الحالية. فأعتقد إن شاء الله هذا الأمر راح يعني يكون تأثيره واضح بإذن الله على المستقبل القريب. أستاذ موفق، الصحف اليوم تناولت تقريبا كل الصحف اليوم تناولت هذا الخبر على صفحتها الأولى. سؤالي، كيف وجدت هذه التغطية الصحفية وليش تشابهت العناوين بشكل كبير بين الصحف؟ بداية عادة الصحف تحتفي بالخبر بأبرز زاوية فيه. أنا أعتقد أنه كلمة خادم الحرمين الشريفين هي كانت الأبرز، تأكيده الدوري على الوزراء والمسؤولين بتلمس احتياج المواطن وإنجاز المشاريع الموكلة لهم. أنا أعتقد هذا كان الأبرز. لا تنسي أختي بدور أنه مجلس الوزراء منذ الوزير محمد عبد اليماني وهو يقدم نفسه بهذا الشكل نص للمجمل القرارات، وبالتالي تتعاطى الصحف معه من هذه الزاوية. طالما أنه المصدر هو واحد والمعلومة واحدة، فبالتأكيد ستتشابه الصحف في كيفية تقديم هذه الوجبة للقارئ. كلمة خادم الحرمين الشريفين بالأمس هي كانت الأبرز. جميع من عمل في العمل الصحفي التقط هذه العبارة ووظفها في المشهد العام للصحيفة. أنا بودي بس أعلق على حديث الأخ فلاح. أنا أعتقد أنه خادم الحرمين الشريفين في كل فترة أو في كل مناسبة تسنح التقاء فيه بالمسؤولين، سواء في مجلس الشورى، في الفترة السابقة التقى بمسؤولين وزارة الصحة، قبلها وزارة التعليم، الاجتماعات الدورية مع الوزراء، هو يؤكد على هذه المعلومة أو يؤكد على هذا الطلب للوزراء بتلمس حاجة المواطنين. أنا ما أعتقد أنه الآن الإشكالية في تعثر بعض المشاريع، لأنه الدولة في السنوتين على الأقل الأخيرة عملت برنامج لمتابعة المشاريع وملاحقة المسؤولين لها وتقييم للوزراء ومدى إنجازهم. فأعتقد أنه فكرة أنه هناك وزارة أو وزير مقصر في عمله أصبحت الآن شبه بعيدة حد ما. قد يكون حسب ما سمعنا احنا في التعليقات مع التغيير الوزاري اللي صار انه في وزارة تقريبا لم تواكب نهج الحكومة في التحديث والتغيير قوانينها، وبالتالي هذا وبالتالي تم إعفاء وزيرها. وهناك وزارات أدت ما هو مطلوب منها. القضية التعثر المشاريع انا اعتقد انه موضوع أكبر من مسألة أنه وزير تعثر أو لم يقدم مشروع. هناك منظومة عمل، في ميزانيات، في شركات، في أولويات. المملكة في خلال العام الماضي والعام اللي قبله طرحت العديد من المشاريع وسمعنا العديد من المشاريع. للتأكيد أنه هل هناك في مشاريع متعثرة مما أقرت في السنتين الأخيرتين يحتاج أن نتأكد من هذه المعلومة. المملكة رصدت جميع المشاريع المتعثرة في السنوات السابقة. نعم. وبدأت محاسبة هذا التعثر وكيفية معالجة هذا. ألغت بعض المشاريع، سحبت مشاريع من جهات وحولتها إلى جهات أخرى، ألغت مشاريع. فالحديث الآن على المشاريع الحالية اللي قدمتها الدولة. لا تنسي كمان أيضا أنه هناك ميزانية ربع سنوية أو على الأقل محاسبة ربع سنوية لما قدمته الدولة وطرحه للناس. وبالتالي دائما المسؤول هو تحت عين المسؤول الأعلى لتنفيذ هذه المشاريع، ولا يوجد مساحة للتراخي أو عدم تقديم العمل بالصورة الصحيحة.
نعم أستاذ فلاح، حدثنا أكثر عن السرعة في إنجاز هذه المشاريع وخاصة المشاريع الموجودة في المرافق الحساسة بالدولة. بالتأكيد أستاذ بدور، الآن أصبحت الأمور يعني أكثر وضوحاً، أكثر شفافية، يعني خاصة الآن يعني تقريباً يمكن كل وزارة تقريباً لها ميزانية مستقلة وأصبحت معلنة. فأعتقد الآن يعني مع التطور الحديث، مع التكنولوجيا، مع يعني على سبيل المثال وزارة الإسكان شاهدنا في الفترة الماضية يعني عدد من المشاريع اللي أنجزت، يعني حتى وزير الإسكان أعتقد ذكر بأن هنالك بعض المنازل ممكن يعني يتم إنجازها في فترة زمنية قصيرة. فنعتقد مثل هذه المشاريع أو مثل هذه الميزانيات راح تكون لها يعني دافع كبير جدا في إنجاز ما يمكن إنجازه. يعني الآن كل الوزارات الآن أصبحت زي ما ذكر الزميل موفق، أعتقد تحت عين المجهر أو تحت عين مجهر المسؤول، ليس هنالك مجال للتراخي ابدا. يعني بالتاكيد يعني كان هنالك يعني ما يمكن ننكر هذا الشيء، هنالك تقصير كبير او هنالك مشاريع متعثره في السابق. احنا لا نتحدث عن الفتره الزمنيه الحاليه او المستقبليه، نتحدث عن 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 ما مضى، لا يمكن ان يعني ننكر هذا الشيء، لكن احنا نتحدث الان عن الفتره الزمنيه القادمه اللي مفترض ان يتم انجازها. فنعتقد المراقبه، استشعار المسؤوليه قبل كل شيء، طبعا المسؤول بالتاكيد راح يكون هناك متابعة من المسؤول الأعلى لأي جهة كانت ولا أي وزارة كانت، وبالتأكيد راح يتم محاسبة أي شخص لا يتم أو لا يقوم بمهام على أكمل. السؤال الأخير أستاذ موفق في هذا الملف، العلاقة بين القيادة والمواطنين ما هي علاقة عادية أبدا، أبغى أسألك عن مدى تأثير هذا الاهتمام وانعكاسه على المواطنين. ما في شك في كل مناسبة يلتقي فيها خادم الحرمين الشريفين مع المواطنين أو المسؤولين أو من خلال الاجتماع أيضا الدوري مع مسؤولي وزارة مجلس الوزراء أو مجلس الشورى، دائما المواطن هو نصب عينه. وأعتقد أنه أي حكومة في العالم تتواجد في 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 هذه المهمة هي مسؤوليتها تقديم الخدمة للمواطنين. ما في شك أنه المواطن هو الهدف الأساسي لخادم الحرمين الشريفين وللحكومة، وتقديم المشاريع وتلمس احتياجه هو هدف هذه الوزراء. كل وزير أو كل مسؤول يخل بهذا العمل، أعتقد أنه العين المسؤول الأساسي الأعلى عليه، وبالتالي يتم استبداله بآخر يكون أكثر حرصا على تقديم هذه الخدمة. عادة هذا ما نعلم، أن الحكومات وجدت لتقديم تسهيل مهام الناس، وتأكيد خادم الحرمين الشريفين أو ولي العهد في كل مناسبة على هذا الأمر هو الأمر الطبيعي لمحاولة زرع أو تحفيز دائما الوزراء على تقديم هذا النوع من الخدمة. الوزير يحتاج دائما أن يشعر أن المسؤول الأعلى يراقب ما يؤديه، وأن هناك أجندة يفترض أن تنجز. الآن ليست الإشكالية فقط في أنه الوزير لا يعمل، أن الإشكالية أنه الوزير يحاسب أيضا على إلى أي حد التزم ببنود ما التزم بتقديمه. يعني إذا كان هناك أو هناك اتفاق على تنفيذ 5 بنود في الربع الأول ولم ينفذها، هو أيضا يكون تحت الحساب. إذا أنجز أكثر من ذلك هو يكون يحظى بالثناء. وبالتالي الآن الفكرة ليست مشاريع أو خدمات تقدم للناس أو وعود تطلق للناس بشكل جزافي، ولكن محاسبة المسؤولين على تنفيذها بشكل سريع والتزام بالخطة بالبرنامج الزمني الذي وضعت له. جميل جدا. فأنا أعتقد أنه بالعكس هذا النوع من العمل وهذا النوع من الشروحات وهذا النوع من المطالب هي اللي تجعل دائما العلاقة ذات شقين ما بين المسؤول وما بين المواطن. نعم. أنتقل بكم مشاهدينا إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، حيث تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في قصر اليمامة بالرياض أمس الثلاثاء أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وذلك عقب صدور الأوامر الملكية الكريمة بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، وذلك بحضور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
أستاذ فلاح، في هذا العام حصلت عدة تغييرات، منها تغييرات في إعادة هيكلة مجلس الوزراء، وكذلك إعادة هيكلة بعض الدوائر الحكومية في المملكة، أيضا تعيين وزراء جدد، تعيين أعضاء مجلس الشورى. ما تأثير هذه التغيرات الكثيرة التي حصلت في المملكة مؤخرا على دعم التنمية والتطوير في المملكة؟ بالتأكيد يعني مجلس الوزراء وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يعني بشكل عام الحكومة بشكل عام يعني حريصين كل الحرص على يعني إعادة أو إصلاح ما يمكن بعض الأشياء اللي أو بعض الملاحظات اللي قد يتم ملاحظتها في الفترة الزمنية السابقة. كثير من الوزراء أدوا مهمتهم باقتدار، البعض أنجز بشكل كبير جدا، البعض قد يكون يعني هنالك يعني جهات هي من يقيم هذا الأمر يعني أو 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 أو, أو هذا العمل، فهنالك بعض الوزراء أنجز مهمته بشكل كبير وبعضهم أنجز يعني بشكل أقل وهكذا. لذلك أنا أعتقد التغييرات اللي حدثت بالتأكيد يعني لم تتم من فراغ، إنما يعني تمت بعد دراسة، بعد يعني معرفة أو تقييم كامل للعمل أو المرحلة الزمنية الماضية لهذه الوزارة وهذا الوزير. وبالتأكيد أنا أعتقد أن هذه راح تنعكس بشكل إيجابي، يعني هنالك كثير من الوزراء خصوصا الشباب اللي في وهنالك العديد من أيضا أصحاب الخبرات السابقة، هناك تغييرات في عدد من الوزارات، يعني حتى بعض الوزارات السابقة اللي كانوا في أماكن معينة تم نقلهم إلى وزارات أخرى. بالتأكيد قد هذا لا يعني فشلهم، بالعكس قد يكون أنه تم الاستفادة منهم لمرحلة زمنية معينة، والآن المرحلة هذه تتطلب وجودهم في مكان آخر. نعم صحيح. على سبيل المثال الحصر معالي المستشار تركي آل الشيخ في هيئة الرياضة أحدث نقلة نوعية كبيرة أثناء توليها، الآن تم نقله إلى هيئة الترفيه، أعتقد راح يكون هنالك حراك كبير جدا. فأنا أعتقد مثل هذه التغييرات بالعكس أنا أشوفها إيجابية، يعني بالتأكيد المنصب أو الوزارة ليست حكر على أشخاص معينين، أكيد التحديث التطوير أكيد مطلوب في كل مكان في جميع الوزارات، فمثل هذه التغييرات بإذن الله راح تساهم في دفع عجلة التطور والتنمية للوطن والمواطن بشكل عام. بالعكس إحنا الآن أصبحنا نشاهد كثير من الإنجازات في الوزارات، على مثال وزارة التجارة، وزارة الإسكان، الصحة، كل الأمور اللي كانت في السابق بشكل بطيء أصبحت الآن بشكل أعلى. فإن شاء الله مع هذه التغييرات ومع هذه التطورات راح نشاهد يعني مرحلة زمنية أفضل بإذن الله. أستاذ موفق، من موقعك كرئيس تحرير صحيفة مكة أبغى أسألك، كيف رأيت رصد ومتابعة الصحف لهذا الخبر، وأيضا مثل هذه الأخبار أستاذ موفق الأخبار الرسمية طبعا، هل يحتاج إلى مثلا إعادة صياغة أم أنها فقط تكون في قوالب جاهزة للنشر على طول؟ شوفي والله أنت طرحتي موضوع جدا مهم. أنا كما ذكرت في السابق أنه الشكل الحالي لما يقدم من أخبار مجلس الوزراء والأخبار الرسمية هي أصبحت من الرتابة بشيء كثير، أنه المعلومة تأتي من وكالة الأنباء السعودية معممة على جميع الصحف، وبالتالي يتم التعاطي معها. كمية المعلومات اللي أحيانا تكون في بيانات مجلس الوزراء أو هذا النوع من الأخبار عادة تكون محدودة، والتفصيل يأتي بشكل لاحق في صحيفة أم القرى إما يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة بحسب نشرها. هذا يجعل الطرح الصحف عادة يكون في نوع من الرتابة. بعض الصحف تحاول تخرج عن المألوف وتحاول ما لديها من معلومات تقدمها بشكل أو بآخر يعني للتسهيل على القارئ بعيدا عن الكتلة النصية الثابتة، وتحاول على الأقل تجزئ هذا النص لتقديمه للقارئ. أنا أعتقد وأتمنى على وزير الإعلام الجديد الأستاذ تركي الشبانة أن يحدث على الأقل نقلة في 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 فيما يقدم من هذا النوع من الأخبار الرسمية، يعني مجلس الوزراء، مجلس الشؤون الاقتصادية، مجلس الشؤون السياسية، الاجتماعات الرسمية، أن نخرج بشيء عن المألوف، أن تكون هناك يعني خليني أكون أكثر تفصيل، أنه هناك قرار ما، هذا القرار لماذا لا يتم مثلا إلحاق في نفس البيان اللي يصدر للصحف المراحل التي مرت فيه، الجهات التي ناقشته، أنواع التحفظات اللي صدرت عليه. هذا النوع من الطرح وهذا النوع من التفاصيل تهم كثير من شريحة كبيرة من الناس. أنا أتمنى حقيقة
انه ينقل مجلس الوزراء مثلا على الهواء او مسجل. في فتره سابقه عندما كنا نشاهد اجتماعات مجلس الشورى، انا على المستوى الشخصي كنت استمتع بهذا النوع من اللقاءات، نوع من الطرح، اسمع مداخلات المسؤولين والنقاشات التي تحدث والزوايا، قد تكون هناك كثير من الزوايا غايبه عن الشخص العادي. هذا النوع صحيح. من الطرح والتصويت عليها والمبررات يعمق على الاقل التجربه الممارسه السياسيه والممارسة المجتمعية ما بين المسؤول وما بين الناس. حقيقة أتمنى إنه مثلاً أجتمع أو أطلع على ما يحدث في مجلس الوزراء، في الاجتماعات مجلس الوزراء، نعم، المناقشات ما بين المسؤولين، كيفية التصويت عليها. أنا أعتقد إنه فيها مادة شيقة. أتمنى أن يعني أنا أعتقد إنه هذا يعني القرار ليس بيد الوزير الإعلام بيده، ولكن أنا أعتقد الدفع بتقديم مجلس الوزراء والمجالس الرسمية السياسية بأكثر تفاصيل، أعتقد إنه حيكون مادة دسمة أيضاً للصحف تستطيع أن تتعامل معها بشكل أفضل من الوضع الحالي. جميل جداً. أنتقل مشاهدينا إلى ثالث ملفاتنا الصحفية، حيث أطلقت منصة البناء المستدام التابعة لوزارة الإسكان خدمة فحص المباني الجاهزة التي تهدف إلى التحقق من الجودة الظاهرية للوحدة السكنية عبر آلية معتمدة للفحص من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن حالة المباني الجاهزة، وبموجب الفحص يتم إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية. أستاذ فلاح، كيف تقرأ هذه الخطوة من وزارة الإسكان؟ بالتأكيد، بالعكس، مثل هذه الخطوة احنا كنا ننتظرها من فترة زمنية سابقة حقيقة، يعني لأن للأسف يعني شاهدنا أو وجد يعني حقيقة يعني بعض التجار اللي يعني كان لديهم جشع وطمع أكثر يعني بإنشاء وحدات سكنية جاهزة للبيع بأقل تكلفة، لكن بأقل يعني وأيضا في نفس الوقت بأقل جودة. فكثير من المواطنين اللي تم أو أشتروا في السابق يعني بعض الوحدات السكنية الجاهزة، إلى الآن بعضهم لا زال في المحاكم. يعني بصراحة أنا يعني وقفت على عدد من الحالات كثيرة، يعني مباني جاهزة، وحدات فلل صغيرة جاهزة يتم بيعها بأسعار، يعني المصيبة أن هنا الأسعار تكون مرتفعة أيضا، لكن بعد 6 شهور، بعد سنة، بعد 8 شهور يتفاجأ مثلا السقف يكون وقع عليها، ويتفاجأ بانخفاض في الأرضية ويتفاجأ. فمثل هذه البرنامج أنا أعتقد أنه ضروري جدا، وإن كنت أتمنى أنا أن لا يتم فقط ربطه للمستهلك فقط هو من يعني يطلب هذه الخدمة، لا، أنا أتمنى الآن المنازل الجديدة أو المنازل اللي يتم إنشاءها حديثا يتم لا يتم منحها مثلا أو لا يتم بيعها إلا بحصولها على هذه الرخصة من وزارة الإسكان. بالتأكيد مثل هذه الخدمة راح تقضي على كثير من المشاكل، كثير من الأسر تضرروا. طيب، هل هذه الخطوات تأثر على مثلا لها تأثير على سوق العقار؟ أنا أكيد بالتأكيد من أي ناحية، إيجابية أم سلبية؟ لا، أنا من ناحية التجارة ومن ناحية المستهلك. المستهلك من ناحية المستهلك إيجابي، من ناحية التجار إذا كان التاجر يعني لديه الجشع والطمع فبالتأكيد راح تكون سلبية عليه، لكن بشكل عام راح تكون إيجابية، راح تقضي على المشاكل لما يكون هنالك مثلا فلة يعني على عجالة، لما يكون هناك مثلا فلل رديئة أو فيها مشاكل بالتأكيد لن يتم شراءها من قبل المواطنين، بالتأكيد راح ينخفض أسعارها أو بقائها يعني حتى يتم إصلاحها. نعم أستاذ موفق، الصحف المحلية تتفاعل بشكل كبير مع أخبار الوزارة الإسكان ولا سيما صحيفة مكة، كيف رأيت برامج الوزارة خلال هذه الفترة الماضية، وهل هذه البرامج فعلا يعني تلبي حاجة المواطن؟ أنا أضيف بس في حديث الأخ فلاح، تفضل، في قصة المشروع الجديد هذا، أنه وزارة الإسكان لديها رغبة أنها تنتشر بشكل أكبر أفقي وعرضي لاستيعاب أكبر عدد من الناس. الإشكالية كانت في الزمن، معظم البرامج اللي قدمتها وزارة الإسكان اللي هو البيع على الخارطة كان يستهلك الزمن، أنه أنا أحتاج أدفع مقدم وأدفع لمدة 3 سنوات وأمتلك الشقة أو الفيلا بعد 3 سنوات. معظم الناس حينظر للموضوع بشكل سلبي، أنه أنا الآن أدفع إيجار وسوف أدفع مبالغ إيجار أيضا للوزارة للتمويل للحصول على الشقة أو الفيلا بعد 3 سنوات. هذا النوع من الجديد الآن اللي هو الفحص المباني السكنية حيجعل العديد من المباني الجاهزة الآن اللي هي أساسا لدى شركات التمويل العقاري إنها تخضع لاشتراطات معينة، وبالتالي اختصار الزمن، يعني إذا أنا لدي الآن مقدم العقد لتملك شقة
نعم. استطيع انه اطبق على هذه المباني الاشتراطات اللي وضعتها وزاره الاسكان، وبالتالي الحصول على سكن ما احتاج ان انتظر 3 سنوات حتى احصل على المبنى، 3 سنوات واكثر للحصول على المبنى السكني اللي انا يفترض اني احصل عليه. بالتاكيد هذا سوف يختصر الزمن للكثير من الناس، وخصوصا ان هناك العديد الاف من الوحدات السكنيه الجاهزه التي تنتظر السكن. الجميع يتخوف منها لانها لا يشعر انه لا تنطبق عليه اشتراطات وزاره الاسكان. اذا الان هناك الزام من وزاره الاسكان لهذه الوحدات السكنيه ان تخضع لمعايير معينه ومضمونه، اعتقد انها ستحل او ستعجل في نسبه عدد المتملكين للوحدات السكنيه خلال الفتره الجايه. نعم مشاهدينا، وصلنا الى نهايه لقائنا فيكم لهذا اليوم. في الختام اشكر ضيوفي في هذه الحلقه، ضيفي في الاستديو الاعلامي الاستاذ فلاح القحطاني صحفي في جريده عكاظ، شكرا لك. شكرا لك استاذ بدور، شكرا للساده المشاهدين. واشكر ضيفي من مكه الاستاذ موفق نويصل رئيس تحرير صحيفه مكه، شكرا لك. شكرا لك يا اختي بدور، شكرا لك فلاح. الشكر الأول والأخير لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نقول لكم تحياتي أنا بدور أحمد وفريق عمل طبعة المشاهد، إلى اللقاء.